عندي صورة وعايزين تعليق عليها، يعني هنجيب لك صورة لنجم أو مدرب أو لعيب أو صور ليك أنت وتعلق لي عليها. ماشي؟ اتفضلوا. أول صورة يا جماعة. قول لي بقى الصورة دي قبل كأس العالم على طول. دي إيه؟ دي قبل كأس العالم. قبل كأس العالم. كنا قاعدين أنا والكابتن. كابتن ياكن طبعا رحمة الله عليه. بيشرح يا جماعة أخف دم في الدنيا. كابتن ياكن ده رحمة الله عليه. يعني كان بيموتنا من الضحك بصراحة. افهاته ملهاش حل. اتفضل يا كابتن هشام. كان بيشرح لي يعني على لعبه معينه. فيعني بيتريق عليا. بيتريق عليك؟ انت قلشت تقلش ولا حاجه؟ هو بيتريق عليك؟ لا هو دايما بيحب يتريق عليا. والله. يعني اقول لي يعني تمام. مثلا كان دايما يقول لي حته انك انت رقبتك وانت بتلعب هيدرز في المرحله الاولانيه بتطلع فما بتاثر رقبتك فبعمل كده. انت عايز يفرد رقبتك. فهو يقعد يكلمني فقال لي ايه الحته دي. طيب. فتحسنت بشكل كبير جدا. اكيد. الصوره اللي بعدها. طبعا بص ملك التغطيه اهو. ملك التغطيه. ده صالح سليم تقريبا ولا ايه؟ هي الصورة لا هو مش عارف. بس حاجة غريبة هو أوي. عمل يعني حضن على كورته لغاية لما وصل تقريبا حارس المرمى. حارس المرمى طبعا. حاجات من اللي بعده. باكورد صالح سليم وعلاء الحمولي اهو. طب حاجة بص ده عمل باكورد في وسط الاثنين. باكورد عالمي ازاي. رحمة الله عليهم جميعا طبعا. يعني بص فردة الرجل واللفة وبعد كده ايه ده يعني اخدها لعبها. هو رجله في مستوى دماغ الكابتن علاء والكابتن. هو كان مشهور بلعبة الدبل كيك. والله. كان الكابتن كان معروف عنه لعبة. وانت برضه تحب تعمل دبل كيك كتير على فكرة. اللي بعده. طبعا. الصورة اللي بعدها يا جماعة. ده هنا ده في ماتش كانوا بيلعبوا تقريبا ايطاليا. ده منتخب مصر. منتخب مصر كان بيلعبوا ايطاليا تقريبا. او بص حتى العلم بتاع الفريق اللي كان بيلعبه. تمام. ده كان منتخب مصر. هنا ده بيتهيألي دي كانت في الاردن. الاردن برضو. كابتن. ده هنا بعد كاس افريقيا اللي هو الثالث اللي اخذناه. هشام ياكن نادر السيد. انا وتامر عبد الحميد. وتامر عبد الحميد. ونادر. ومتعب هادي ده. ايه؟ ده قلب الاسد متعب هادي. لا مش مدحت. لا. مش مدحت ده؟ لا. لا يا ابني مدحت. ها؟ مدحت عبد الهادي ده. اللي هو تامر عبد الحميد ونادر ومدحت. يبقى هو كان صغير مدحت هنا. كان صغير قوي. دي الصورة دي بقى مناسبتها ايه؟ دي كاس افريقيا. كاس افريقيا. لما خدنا ثالث مره. ماتش بتاع ده اللي هم بتوع جنوب افريقيا اللي عملناها اسمها كايزر تشيف. كايزر تشيف. كنت انت كابتن النادي. ده كابتن. كابتن الفرقه. دي صوره. ايه الصوره دي؟ الملعب ده فين يا جماعه؟ اعتقد ده في ضم يعني ده ممكن ده. يكون دي يعني مش فاكر الماتش طبعا. ده مسند معايا ايه؟ هشام ياكن ونبيل محمود. بدر حامد اسماعيل. يوسف عماد صلاح هشام ابراهيم رضا عبد العال محمد عبد اللطيف طارق يحيى جمال عبد الحميد رضا عبد العال ايمن طاهر طبعا حارس المرمى. ايه؟ جيل اجيال حماد. دي حاجه دي اول صوره لعبنا كان ماتش بتاع اللي هو الكويت العرب الكويتي. العرب الكويتي ده هو ماتش ليك. لا كسبناه. ايه؟ أول ماتش ليك قصدك؟ أول ماتش ليا مع الجماهير هنا أهو. هنا في استاد حلم الزهور. كان ماتش حبي. ماتش ودي. ماتش ودي. كان أول ماتش مدحت مكي. دي كأس أفريقيا أول طبعا. بطولة بعد ما كسبنا. بطولة أفريقيا. دي عارف فين؟ دي كانت البطولة أخذناها فين؟ شوتنج ستار. جي شوتنج ستار؟ نيجيريا؟ لا ما كانتش نيجيريا دي. شوتنج ستارز. تقريبا نيجيريا. هو باركر كان معانا في شوتنج ستارز. لا ايوه مش باركر كان مدير الفني في شوتنج ستارز. لا ابو رجيله واحمد رفعت. كابتن ابو رجيله وكابتن احمد رفعت. شوتنج ستارز دي اللي 86 86 افريكا سبورت كوت ديفوار. افريكا سبورت بالظبط.